فانا عندي هنا الاكسلريشن الاي عباره عن في دي في باي دي اس، الفي مقدارها 10 اس راس السؤال، وبعدين دي في باي دي اس تفاضل الفي بالنسبه للاس يدينا 10، يبقى الناتج 100 اس. ادي الاي بدلاله الاس. طيب بعد كده انا عايز الاس، عندي قاعده بتقول ان المسافه تفاضلها بالنسبه الى الزمن يدينا السرعه، السرعه تفاضل المسافه بالنسبه للزمن. طيب السرعه هنا قيمتها 10 اس تساوي دي اس باي دي تي. هنعمل فصل متغيرات، كلمه الدي اس ادناها في البسط، والدي تي اللي في المقام دي نخليها في البسط، نضرب طرفين وسطين، نجيب الدي تي هنا ونجيب الاس في المقام هنا تحت الدي اس، يبقى هنا طرفين وسطين. هنسيب العشرة دي زي ما هي ونضرب الدي تي فيها هنا، يبقى العشرة دي تي تساوي الدي اس مقسومة على ايه؟ على الاس. وبتكامل الطرفين هنكامل العشرة دي تي ونكامل الدي اس على اس، العشرة دي تي هتدينا عشرة تي زائد كونستانت سي. اما تكامل دي اس على اس عبارة عن لين اس، لوغاريتم اس للاساس ايه. طيب هو هنا مدينا شروط ابتدائية، قال لي لما تي بزيرو الاس كانت بواحد، في الحالة دي نعوض هنا تي بزيرو يفضل اللي هنا الطرف الايسر سي فقط يساوي لين اس، والاس بواحد، لين واحد معروف انها بزيرو، وبالتالي يبقى سي يساوي زيرو. نرجع نعوض، يبقى اذا اللين اس اهي تساوي 10 تي زائد زيرو، يعني 10 تي. لين اس يساوي 10 تي، دي معادله لوغاريتميه، نحولها الى معادله اسيه. اللين هنا اساسها هنا اي، تحتيها هنا اي، نحولها ازاي؟ هتبقى الاي دي تيجي هنا، الاي دي تيجي هنا كأس، ترفع العشرة تي تي، العشرة تي تي تبقى أس فوق، يبقى إذا الإس تساوي إي أس عشرة تي. ودي طبعا قاعدة معروفة، تحويل المعادلة اللوغاريتمية إلى معادلة أسية، الإي اللي هنا تيجي هنا وترفع العشرة تي تي كقوة أو أس فوق رأسها، يبقى الإس تساوي الاي اللي هنا دي تيجي هنا تبقى اي اس 10 تي، يبقى الاس كداله في الزمن تساوي اي اس 10 تي. ادي الاس. طب امال الاي بكام؟ اول مطلوب جبناه ب 100 اس، ب 100 اس يعني 100 في قيمه الاس اللي هي 10 اي اس 10 تي، يبقى الـ A كدالة في الزمن تساوي 100 إي أس 10 تي، وانتهى حل هذا المثال، بسيط جدا. يبقى دي حالة خاصة لما يبقى عندي السرعة دالة في المسافة. هناخد مثال آخر زي ده تماما، مش هستغرق ثواني. المثال الآخر على الحالة الخاصة دي أيضا، المثال الآخر تابع الحالة الخاصة، تابع الحالة الخاصة. example 2 مثال 2، let v تساوي 5 اس تربيع، حيث عند t بيساوي 0 اس بواحد، أوجد اس تي وال a تي وال v تي، at t تساوي 1 من 10 سكند، لما t ب 1 من 10 ثانية، هنجيبهم الأول كدالة في الزمن ده مطلوب، ثم بعد ذلك نعوض عن تي بواحد من عشرة. نفس الحل السابق، ال V تساوي دي اس باي دي تي. أنا بدأت هنا العكس، بدأت بال V تساوي دالة تفاضلها اس بالنسبة للزمن، ال V كسرعة تفاضل اس بالنسبة للتي. نفس الكلام بس أنا بدأت هنا بالجزء الثاني، بدأت بال V تفاضل اس بالنسبة للتي،